تنقلب بند الاعتبار لنا داخل المنظومة الإدارية بإعادة مهام المتصرفين للمتصرفين. لا معنى ولا جدوى من أن يكون إطار تقني في الشؤون القانونية. هل تكون جامعاتنا اليوم اتحاد ونظم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بالتزامن مع إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين في الإدارة الأمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الأمومية؟ هذه محطة نضالية بين المحطات الاحتجاجية اللي كينظمها الاتحاد للمطالبة بإعادة الاعتبار لهذا الإطار هذا ديال الإدارة عبر مراجعة النظام الأساسي ديال هذه الهيئة، ثم مراجعة الأجور الخاصة بها لأنها مجمدة منذ 20 سنة. النظام الأساسي ديال هذه الهيئة هو نظام مجحف في حقها، صدر سنة 2010 ولكن صدر بشكل يعني خارج آلية الحوار الاجتماعي بشكل أحادي من طرف الحكومة، وهو نظام فارغ جدا ولا يتوفر على أدنى شروط يعني لتتمين هذه الهيئة اللي هي العمود الفقري للإدارة. اليوم المطالب ديالنا واضحة وهي مطالب واقعية ومعقولة، اللي هي إضافة درجة جديدة طبقا لاتفاق الحكومة مع النقابة سنة 2011 26 أبريل 2011، واللي استفدت منه عدد من الفئات ولكن تحرمت منها هيئة المتصرفين. أيضا المطالبة بدرجة استثنائية لتدارك هذا الحيف اللي داز لمدة 20 سنة، ثم مراجعة نسق الترقي لأنه بطيء جدا، ثم إعادة الاعتبار للمتصرفين الدكاترة، إنصاف المتصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، متصرفي الدرجة الثالثة، هناك دكتوره طبعا هذا ما ذكرته. اذا هناك فئات تعاني حيفا مضاعفا كمتصرفين وكفئه داخل هيئه المتصرفين. الغريب اليوم هو ان الحكومه تستجيب لفئات ولكن ملف المتصرفين لا تنظر اليه ولا تتعامل مع هيئه المتصرفين ولا تنكب على معالجه مطالبها كسائر المطالب ديال الفئات الاخرى، وبالتالي نعتبر هذا تمييزا غير مبرر وخرقا سافرا للدستور اللي كيقر بمبدا الانصاف وتكافؤ الفرص، لاننا في الاول وفي الاخير مواطنون وابناء هذا البلد ولنا فيه من الحقوق ما لباقي الفئات وباقي شرائح المجتمع. الوقفة أمام البرلمان هي وقفة رمزية للدفاع عن حقوق المتصرف وللعدالة والمطالبة المستحقة بالعدالة الأجرية التي أهدلت منذ 20 سنة. إذا منذ 2004 لم يستفد جسم المتصرفات والمتصرفين من أي زيادة تذكر. إذا هذه الوقفة للمطالبة برد الاعتبار وبالكرامة لإطار المتصرف ليستحق المكانة التي يجب أن يكون عليها، إذ المتصرف هو قطب الراحة الإدارة العمومية وخدمة المرفق العمومي بشكل عام. إذن لا يمكن تصور أي تنمية محلية بدون تحفيز الموارد البشرية وإعطاء المحيط الجيد للعمل لتقديم الخدمة الجيدة للمرتفق. إذن هاد الوقفة وستليها وقفات أخرى ومسيرات إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي لإنصاف الهيئة والمطالبة كما قلت بدرجتين وتحقيق العدالة الأجرية والكرامة للمتصرف. ثم جينا في إطار وقفة احتجاجية والتي يرافقها إضراب عام على مستوى جميع المؤسسات العمومية وجميع القطاعات. التواجد ديالنا اليوم اللي هو دام 20 سنة اللي في إطاره كنا درنا مجموعة برامج نضالية اللي كتمثل فيها مسيرات وقفات اعتصامات، ولكن هاد 20 سنة هذه لم نجد ردا من طرف الحكومة سواء المتعاقبة أو حكومة عزيز أخنوش إلى يومنا هذا، خاصة وأن وزير المالية إلى يومنا هذا لم يفتح أبوابه للتواصل مع المتصرف الذي عانى الأمرين على مستوى الكرامة والتهميش على مستوى الإقصاء. نحن نطالب هنا بكرامتنا، نطالب بالأجور، بالمساواة في الأجور مع مجموعة من الفئات التي نتساوى معها في الشواهد في المعاهد التي درسنا فيها. نحن نطالب وزير المالية وكذلك عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن يلتف لهذه المطالب المتصرفين ومحاولة حل مشكل المتصرفين نهائيا. هذا المشكل الذي عانينا منه لسنوات عجاف، ولحدود الساعة الأبواب موصدة للحوار، الأبواب موصدة لأقل لقاء.
ما عدا اللقاءات التي تتم على مستوى النقابات وعلى مستوى مجموعة من الأحزاب، غير ذلك لا وجود للحكومة في هذا الملف.